وجمع كلمته فكانت نعمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعمة النبي نعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه نعمة الله على عباده. أيها الإخوة الكرام، لنا في رسول الله القدوة والأسوة. لما أراد النبي أن يؤسس لدولة الإسلام ويبنيها على القواعد الصحيحة، كان أول ما بدأ به أن نظر في أهل المدينة، في تلك البقعة التي يبني عليها البناء، فكان أول ما نظر فيه إلى أحوال أهلها قبل أن يأمر بأمر أو ينهى عنه، إشعار نمتع وريه بنا أقوى بين المهاجرين والأنصار، حتى إن أحدهم ليقدم أهم على أحد، يعرف كل واحد حقوقه ويؤدي واجباته. هكذا ضرب لنا رسول الله أروع الأمثلة في كيفية. عندي من موبايل Mama's offering prayer. Even everybody offering prayer. Carefully. Step down. See the pin. Come, Ishan. Look down, Ariya. Ishan, look down. Where's Baba? لما أراد النبي أن يؤسس لدولة الإسلام ويبنيها على القواعد الصحيحة، كان أول ما بدأ به أن نظر في أهل المدينة، في تلك البقعة التي يبني عليها البناء، فكان أول ما نظر فيه إلى أحوال أهلها قبل أن يأمر بأمر Get in, Ishan. Get in the car. Ishan. Imam Ibn al-Qayyim said, Friday is the balance of the week. Ramadan is the balance of the year. And Hajj is the balance of the life. Okay, guys. Salaam.